انا الحقيقه يمكن عملت حوار مع جوزيه جوميز، لمست حته الثقه اللي عنده والهدوء وتعامله الجيد النفسي مع اللاعبين. وانا اتفق مع حضرتك ان كل واحد داخل المباراه النهارده وعنده قلق بطريقته، طبعا يعني ما هو برضه الظروف اللي بيتعرض بيها نادي الزمالك ظروف مش عاديه، بالظبط، يعني المناخ مش طبيعي. الاهلي ممكن يكون هدفه التعويض، هدفه ان هو ما يخسرش تاني ديربي، هدفه ان يحاول يعني ما يبعدش، يوسع الفارق بينه وبين نادي الزمالك في حته البطوله السوبر المحلي. طبعا احنا عارفين ظروفنا اللي كنا بنعدي بيها، عشان كده يمكن الفارق كان موجود سنه من يعني كام سنه اللي فاتوا. لكن في الاخر ما فيش نادي، او مش بسهوله بتلاقي نادي بيدخل بالظروف الصعبه دي وعنده القلق، وانك بتحاول تطلع لعيبتك عن تركيزهم، ويعني ظروف ضاغطه نفسيا حتى. فانا عشان كده حضرتك انا يعني اتفهم قلق نادي الاهلي بطريقته، بس كلها قلق فني، لكن احنا عندنا اللي هي قلق كابتن فني، ابو العيله قلق موجوده نفسي في الطبيعي اي نادي. يعني في اي نادي يعني الظروف بتخرج اللعيبه شويه عن تركيزهم، عن التركيز وعن الـ يعني الـ التفكير في الماتش يعني. وانا اعتقد ان يعني كذا جيل سمعته قبل كده من اجيال سابقه وكباتننا قالوا لنا ان احنا تعرضنا لحاجات شبه كده كتير، مش بس شبه ده موقف، حتى مثلا لو تفتكر وقف القيد بتاع نادي الزمالك وعرفت تاخد 2 دوري، لو تفتكر ظروف كتير جدا، اصابات، لو تفتكر حتى ايام كورونا اهم 3 لعيبه عندك يطلع لهم تحليل الكورونا الايجابي ساعه ماتش نهائي القرن اللي سموه بيسموه نهائي القرن. فدايما بتتعرض لظروف غريبه شويه، فعشان كده انا الحقيقه بشفق على اللعيبه وبشفق عليهم، لان انك تعرف تفصل وتعرف تحقق رغبه جمهورك في الاجواء دي بتبقى محتاجه مجهود مختلف شويه غير المجهود الفني يعني.